مرحبا وإن شاء الله تكونوا دائما بخير. خلينا نروح مباشرة لمشكلتنا لليوم. ابنتي أصبح قلبها قاسيا بعد الولادة، فكيف أتعامل معها؟ أرسلت قارئة رسالة إلى خبيرة شؤون الأسرة تقول فيها: انتقلت ابنتي من إيطاليا إلى بريطانيا قبل بضع سنوات للذهاب إلى الجامعة، وقد تزوجت مؤخرا من زميل لها، كما أنها وجدت عملا مستقرا وأنجبت مؤخرا طفلها الأول. أنا أحبها كثيرا، وكانت المسافة الفاصلة بيننا صعبة بالنسبة لي علي تحملها، رغم أننا كنا على تواصل وأزورها بانتظام وأنفق آلاف الدولارات ناهيك عن الوقت والطاقة في الرحلة الواحدة للحفاظ على علاقتنا ودعم حملها وعملها. والمشكلة الأساسية هي أن ابنتي تعاني من القلق، وعندما تشعر بالذعر خصوصا أثناء الحمل وبعد الولادة يمكن أن تكون قاسية على نفسها وعلى أقرب الناس إليها. تقلبات مزاجها تنهكني، وأدرك أنني أتعامل مع اكتئاب ما بعد الولادة، وأشعر بالارتياح لاستفادتها من طبيب جيد وزوج مخلص وأصدقاء داعمين، لكني أفكر في أخذ استراحة لمدة عام، والتواصل معها هاتفيا أو إلكترونيا سيكون هذا صعبا علي وربما على ابنتي أيضا، لكنني تعبت من كظم غيظي للحفاظ على وقتنا المحدود معها في سلام. لقد انهارت تماما مؤخرا وهي تصرخ في وجهي عندما اقترحت عليها بلطف أن تحصل على المزيد من الراحة. ابنتي ذكية ولها شخصية قوية، كما أنها تتحرى الكمال الذي ترى أنها ستجده في الاستقرار والروتين، ثم تتخذ قرارات تجعل حياتها معقدة، وهي طيبة القلب إلا أنها تنقلب بين إثارة الفكاهة وانتقاد من يحبونها أكثر. أود أن أجد حلا وسطا بين تجنبها والقرب منها، فهل من نصيحة؟ وكان رد الخبيرة كالتالي، وانتبهوا شو رد حلو: إنه لأمر رائع أن هناك رأيا مختلفا، لأنه عندما تستمر المشاكل نفسها بين شخصين يحتاج المرء إلى رأي من زاوية مختلفة. من الصعب عليك أن تري ابنتك تغضب عند سماع اقتراحات صغيرة ومفيدة على ما يبدو، لكنني أتساءل إن كان الأمر له خلفيات، وبمعنى آخر ربما تعتبر ابنتك اقتراحاتك بمنزلة نقد. وتقول المعالجة النفسية نعومي التي كتبت الكثير عن علاقات الأمومة: الأمهات الجدد يتوقن إلى شفقة أمهاتهن عندما يكن أصغر سنا، وما لا يحتجنه كأمهات جديدات هو نقد من ناحية الأم، لذا قد تفسر بعض اقتراحاتك على أنها نقد. وهناك فارق بين انتقادها لعدم حصولها على قدر كافي من الراحة كما لو كانت طفلة صغيرة، والنظر إليها كأم مسؤولة تبذل قصارى جهدها من أجل طفلها. هل ترين الفارق؟ أقترح عليك أن تعبري عن اهتمامك بها بالأفعال أكثر من الكلمات، فرسالتك ممتلئة بالجهود التي بذلتها لتحافظي على علاقتك بابنتك، منها السفر لأميال والتكلفة العاطفية والمالية، ومع ذلك فهي قلقة وناقدة ومكتئبة. هل تعتقدين أن بإمكانك اتخاذ خطة إلى الخلف والنظر إلى الأمور بشكل مختلف؟ تقولين أن ابنتك تعاني من القلق وأنها مصابة باكتئاب ما بعد الولادة، لكن هل هذا التشخيص أم تخمين؟ في كلتا الحالتين
هل تعتقدين أنه يمكنك دعمها من دون إصدار الأحكام عليها؟ هل سألتها عن نوع المساعدة التي تريدها منك؟ من الواضح كم تحبين ابنتك، لكن أعتقد أنك ربما تحتاجين إلى إظهار حبك بطريقة ألطف وربما بطريقة خفية، فالحب يظل حبا حتى من دون انتقاد. الجواب كان الصراحة بالغ الدقة وبصميم المشكلة. شوفكن على خير، والله يبعد عنا جميعا المشاكل. بأمان الله.